البت بتقول ان ابوها جاله جلطه في المخ. جلطه؟ اه، وكان هيروح فيها. ايوه بس انا، بس انت اتغبيت يا سعاده، اتغبيت. ومحاكمه اخواتك شيء ومحاكمه امك شيء تاني. بس يبقى انت بقى الحل يا ابو الروس، انت الوحيد اللي تعرف تثبت امي وتهديها. لا 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 بلاش انا في الحته دي. بص، مفيش اي حد في الحته هيقدر يهدي امك دلوقتي. هو نعمل ايه دلوقتي يعني؟ انت تشوف لك اي مصيبه، اي مكنه تدرى فيها، ما يكونش حد عارف طريقها فين، لحد اما امك نارها تبرد. بس اهم حاجه انا ابقى عارف انت فين عشان اطمن عليك. روح فين بس؟ الله يخرب بيتك يا فاتن. وفاتن مالها بالحوار ده؟ ما هي اللي شارت عليها بالحوار الاسود ده. يا سلام، ما الناس كلها بتنزل فيديوهات وستوري كل دقيقه، مش حوار يعني. لا حوار يا فاتن، وحوار كبير قوي، ومش عارف ليه انت خايفه تقول انه من تاليفك واخراجك. لا والله ما عملتش حاجه عشان اخاف منها. لا عملت يا فاتن. عاطف دماغه ما تجيبوش يعمل فيديو زي ده، وباين قوي ان في حد بيصوره. اه، ولازم الحد ده يكون انا صح؟ اه طبعا. الفيديو متصور في اوضته، مفيش حد من اصحابه بيخش البيت. هو جرى ايه بقى يا جماعه؟ ما خلاص خلصنا. الموضوع مش مستاهل يعني تقعدوا تتخانقوا كده مع بعض 3 ساعات. لا مستاهل يا عزه، كفايه الفضيحه اللي حصلت. فضيحه لمين يا ابني؟ البنت ضحيه فعلا، وكانت هتتخطف في الشارع، واخوكوا شهم وجدع وكان هيموت بسببها. الفضيحه الحقيقيه للعيل الزباله اللي ضربه بالمطوه، ده اللي يستاهل الحرق. طب والله العظيم انت بنت ناس. قال يا بنتي، انت شفتي حاجه؟ يعني بدل ما تقعدوا تقطعوا في اختكم هي وعاطف، روحوا قدموا بلاغ في الكلب اللي اسمه النونو ده اللي ضربه بالمطوه. بلاغ ايه بس يا عزه؟ والنيابه هتاخد بفيديوهات الفيسبوك والهرتله دي؟ يبقى اختك كده عملت الصح. امك ضيعت حقه في محضر النيابه، واختكم جابته له قدام الناس كلها. بالظبط كده، اقسم بالله ده اللي فكرت فيه بالملي. يعني فكرت اهو، خططت. امال بتحور علينا من الصبح ليه؟ انا ما بحورش على فكره. صحيح هي فكرتي وانا اللي شيرته، بس والله العظيم كفاح الفم بقى يا فاتن. انت لا فكرتي في عاطف ولا في حقه اللي ضاع. انت ما فكرتيش غير انه يتشهر على السوشيال ميديا عشان انت كمان تتشهري معاه. الله، هو في ايه بقى يا اخوانا؟ بس سيبوهم يتشهروا ويجيبوا فلوس. ده بيقول لك ايه يا حسن؟ بيقول لك الفيديو اللي بيعدي 1000 مشاهده قال اليوتيوب بيديله فلوس. والله العظيم. والمصحف. ما كفايه بقى يا عزه، كفايه تفكير في الشهره والفلوس والزفت على دماغكم. كل واحد فيكم بيدور على نفسه وبس. في ايه يا ابني؟ ما تهدى شويه، ما انت بتدور على نفسك انت كمان. انا بدور على نفسي؟ يا سلام، اكيد يعني. ما هو لما اخوك يعمل فيديو يطلع فيه يقول انا سواق توك توك واتضربت بمطوه في الشارع، اكيد ده يعني هيضرك في تحريات النيابه. لا مش الدرجات دي يا عزه، صحيح انت عماله بتقولي ضرر من الصبح، بس البوق ده ملوش اي لازمه على فكره. مش محتاج لك يا فاتن، ولا هرد عليك انت كمان يا عزه بربع كلمه. وخلاص، انا مش هتدخل في اي مصيبه تعملوها، حتى لو هتطربقوا البيت ده على دماغنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب يا سيد. ايوه سيد، رد يا سيد، رد. الو. ايوه يا سيد، تعال لي بسرعه. ايه، الراجل مات؟ لا، انا اللي هموت. هات حسن وتعال لي. اهدي يا قوت، وقولي لي البيت فين وانا هجيلك. ما انت عارفه بيت جدلة، ابو البنت طلع جدلة يا سيد. ايه، هو جدلة ايوه جدلة جاله جلطة في مخه، وانا كمان عقلي هيطير. بسرعة، وده بهات حسن في ايدك.